اهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تباعا للاستاذ عبد الكريم الجاسر والاستاذ فواز الشريف ومضيف هذه الحلقه. قبل ما نتكلم عن مباراه الوحده والاهلي في خبر سريع وعاجل كان على قناه الرياضيه السعوديه برنامج الملعب، اعلنوا تغيير الحكم. كان معلن انه خليل جلال الان يقولون في طاقم تحكيم اجنبي سيتواجد في المباراه. يعني تعليق كان حتى مو بقول السؤال. شوف وجود الحكم الأجنبي لصالح الفريقين يعني حتى تغلق باب أي إشكالات يعني تجاه التحكيم، لكن يبدو لي إنه يمكن ما يعني ما جت الموافقة إلا متأخرة ولذلك تم إعلانه متأخر. يعني بس مش محرج هذا الواحد مثل خليل جلال؟ أكيد إنه محرج أمام الرأي العام. يعني أنت أمام أمرين أحلاهما مر، وبالتالي فالأمر الأحلى هو أن يكون الحكم أجنبي، وأتصور أن اتحاد الكرة يعني نرجع إلى هذا الأمر. يعني خلاص يتقبلها خليل جلال و... يعني حنخسر بعض عشان مباراة ترى إن شاء الله لاحقين. فواز محرج الموضوع الحكم مثل خليل جلال، حكم عالمي، حكم مسابقات وكرم في أكثر من مناسبة، محرج إنه ليلة المباراة يتم الإعلان عن سحب المباراة من خليل جلال؟ تركي بالله عندي جزء صغير عن الهلال أبغى أقوله يعني بسرعة. طيب في كلامنا عن مباراة الاتحاد والهلال إطلاقا هذا لا يعني بأن الهلال سيء، الهلال واحد من أفضل الفرق على مستوى القارة، استطاع أن يحقق بطولة الدوري واستطاع أن يحقق كأس ولي العهد. صحيح الأمور بعض الجماهير تأخذ الأمور في الخواتيم يعني على نهاية الموسم، لكن هذا لا يلغي إطلاقا أفضلية الهلال في جميع مبارياته في 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 حضوره، ونعتقد الجمهور الهلالي من حقه أن يفتخر بفريق مثل هذا بغض النظر عن أخطاء المدرب كالديرون أو بعض أخطاء مثلا في الجهاز الإدارة أو في إدارة النادي أو في المتحدث الإعلامي أو مهما كانت الأخطاء موجودة، لكن هي نتيجة عمل. أنا أعتقد أنه خسارة الهلال من الاتحاد ما تقلل بأي شكل من الأشكال من الحضور الهلالي المبهر في السنوات الأخيرة على مستوى الكرة السعودية، وهو فريق كبير. نرجع موضوع خليل جلال، إذا أخذنا بالشكل بصيغة السؤال اللي أنت سألته هذه، الأمر محرج له لجماعته للمدرسين وزملائه في العمل، لكن هي بطريقة أنه هو الرجل كان جاهز لأداء المهمة المناطة فيه، وهو في داخل مو في داخل عشان أنا ما أعرف داخل، لكن أنا أعتقد أنه هو يفضل أن لا يكون في هذا المنعطف، لأنه مباراة زي الهلال الأهلي والوحدة فيما لو حدث شيء سيؤثر على الفريقين أو على جماهير الفريقين. وإذا كان في حكم أجنبي عادي، خليل جلال ابن البلد وهو جاهز واحتياط لأي مهمة يتطلبها في الاتحاد السعودي مهما كان، يعني هو حكم قدير والجماهير ترحب فيه وتقدر وتحترمه، سواء سحبة المباراة منه بصيغة السؤال أو المباراة منحت لحكم أجنبي يعني درءا لأي تفسيرات. إضافة نقطة مهمة تركي، يمكن بس يعني تعليق بسيط، انه يمكن يكون يعني ايضا صاحب المباراة لصالح الحكم نفسه، لانه قد لا يحصل فيها اشياء يمكن تكون محرجة لخليل جلال وايضا تؤثر على سمعته، فليس شرطا ينجح. يعني احنا لو قلنا انه حيكون زعلان وكذا معناته انه نجاحه مضمون، وهذا شيء بس ليش يعلنون؟ طيب اذا عندهم الرغبة، لا انا اذا عندهم يعني خلينا نقول شيء ابو يزيد، كم يعني من الاصلح، يعني انا اتكلم من وجهة نظري البسيطة، يعني انه من الاصلح يتم الاعلان انه هناك بحث عن طاقم تحكيم اجنبي، في حال عدم وجود الرد او الموافقة سيكون خليل جلال هو الحكم البديل، مو نعلن خليل جلال صحيح وبعدين نجي نقول والله نسحب ولا تسأل يا خليل، لا الموضوع محرج، حكم مونديالي، حكم له سمعة، وضعه بهذا الموقف ما كان مناسب، وكان في مخرج انه سيتم المخاطبة لإحضار حكام أجانب في حال عدم وجود حكام أجانب، خليل جلال هو الحكم البديل، يكون على الأقل أخف وطأة للحكم أمام الرأي العام. عموما تقرير مباراة الوحدة والأهلي في التقرير التالي. الزمن يتحدث في لقاء الوحدة والأهلي، فريقان كتب لهم تاريخ الإنجازات العريضة ثم رحلت الإنجازات، والآن يتواجهان من أجل إعادة الماضي الجميل وغياب الألقاب عن فرسان مكة وقلعة الكؤوس في الدور نصف النهائي من كأس الأبطال. الوحدة هذا الفريق الذي يحمل على عاتقه آمال أبناء مكة كافة، تعتبر هذه الكأس مشاركته الأخيرة مع فرق دوري المحترفين بعد هبوطه رسميا إلى الدرجة الأولى، وفاجأ الوحدة الجميع بالمستوى المتميز في لقائه مع الاتفاق في دوري الثمانية بعد أن تغلب عليه ذهابا هدفين لهدف وخسر منه أيابا 3-4.
في الجهة الأخرى أيضاً لقلعة الكؤوس وعشاقه أمال كبيرة للوصول إلى نهائي البطولة بعد أن حرم الفريق من التتويج في البطولات المحلية هذا الموسم. وكان الأهلي قد تغلب على الشباب ذهاباً بقرار اللجنة الفنية واعتبر فائزاً بثلاثية نظيفة سهلت مهمته في لقاء الأياب رغم خسارته بهدف للا شيء. مباراة صعبة على الجانبين والمستويات الفنية متقاربة بين الوحدة والأهلي، والحلول الفردية قد تحسم صراع التاريخ بين وحدة مكة وأهلي جدة. الوحدة والأهلي، والله يمكن تحدثنا قبل شوي أنه فريق الوحدة فريق شاب وفريق يعني يملك لاعبين على مستوى جيد، وتصور أنه يعني وصول الفريق لهذه المرحلة يؤكد أنه فريق قادر، استطاع يعني يقدم مباراة قوية جدا أمام الاتفاق ويخرج بالتأهل. وبالتالي يعني لا نتوقع أنه يكون يعني من السهولة جدا أن يعني يتأهل الأهلي. الأهلي فريق قدم مباراة ممتازة أمام الشباب، لديه فريق جيد، لديه لاعبين قادرين على التسجيل كما هو الوحدة بالضبط، فمن الصعب الحقيقة التحديد، لكن بالتأكيد أن الخبرة تميل لمصلحة الأهلي. الوحدة لو وصل للمباراة النهائية، مثل هذا الثاني نهائي للوحدة كأس ولي العهد وكأس الأبطال، كيف ممكن تتخيل أنت المنظر العام للوسط الرياضي السعودي؟ يعني لبرامية لا، وأكثر من شيء يعني شوف، إحنا نعرف إنه في رسائل الجوال انتشرت اليومين هذه، الاتحاد ما فاز وتأهل، النصر ما خسر وطلع، الأهلي ما فاز وتأهل، والشباب فاز في مباراتين وطلع، الوحدة يلعب نهائيين وينزل درجة أولى. جنون الكرة السعودية الموسم هذا ممكن يوصل لهالدرجة؟ والله ممكن، الفريق الوحدة يعني ليس لن يكون مفاجأة وصوله للنهائي، فريق جيد وفريق قادر على الفوز على أي فريق، يعني وصول النهائي كأس ولي العهد أيضا يؤكد جدارة الفريق، لكن كرة القدم كل شيء جائز فيها، وتصور أنه ممكن يعني يحدث أي شيء. فواز، الوحدة والأهلي. أنا عندي إحساس تركي أنه كأس الملك يتجه نحو الأهلي، يعني أولا الفريق تأهل لهذه المسابقة بدون أي جهد منه، كان نتيجة فوز فريق الأولمبي، بعدين مروره عن طريق الشباب، والآن يجد الفريق الوحداوي الهابط إلى أندية الدرجة الأولى، ثم سيكتشف نفسه يعني في المباراة النهائية. أنا أعتقد هي فرصة لا تتكرر بالنسبة للأهلي، ولا أعتقد أنه يعني يفترض أن يفرط فيها، خاصة أنه جماهيره حضرت في المباراة اللي خسر فيها أمام الشباب بشكل كبير، وجماهيره تسانده، والكثير يعني أمام دعم للأهلي بالذات في هذه المباراتين. أعتقد أنه يعني أقل مجهود يفترض أن يقدمه الأهلي حتى يفوز بهذه البطولة الغالية ويقدمها عوضا لجماهيره. لكن نرجع ونقول أنه الفريق الوحداوي فريق شاب، اعتمد على المدرب الأولمبي اللي اسمه بشير عبد الصمد، مدرب ناجح كان في الاتحاد والآن هو ناجح في الوحدة. أعتقد أن المجموعة الشابة الوحداوية يعني هم أولاد مكة، يعني إذا خرجوا أو تحرروا من الضغط عليهم في مباريات مهمة وكذا يحققوا نتائج. أنا أعتقد لو استمر لعبهم بالأسلوب الشباب الفرايح كذا، أعتقد أنه ما حيحصلوا صعوبة أمام الأهلي، لكن خاصة أن الأهلي عنده مشاكل في الدفاعات الخلفية، يعني عنده مشاكل كبيرة، وبعدين الوحداوية يعني يلعبوا كمجموعة متكاملة، عنده أقوى خط هجوم أعتقد ثلاثي زي ما يقولوا فلتة، عندك صبياني مهند فلاتة، يعني هجوم الوحدة في أفضل حالاته. طيب بطاقة لمباراة الغد، الأهلي في ذهاب كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال، وعلى استاد ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويبرز في قائمة الأهلي عماد الحوسني وتيسير الجاسم، وفي المقابل يعد مهند عسيري ومختار فلاتة من نجوم فريق الوحدة، ويشرف تحكيميا على هذا اللقاء الحكم خليل جلال. هو مثل عد الحكم على مباراة خليل جلال، الطاقم التحكيم تغير مثل ما قلنا قبل شوي انه في عبر قناة الراديو السعودية تم اعلان انه وجود طاقم تحكيم اجنبي بديلا للحكم السعودي الدولي خليل جلال. فاصل قصير.